المواجهة قادمة لا محال مع تلك الفصائل. لكن الآن الشيء الإيجابي أنه الفصائل الرئيسية قد تبرأت منعتها، فراح تنحصر، يعني هذه الفصائل المحدودة راح يتم عزلها، وبالتالي من السهل يعني أما استيعابها أو يعني إلقاء القبض عليها أو بأي صيغة أخرى، راح تكون فصائل معدودة. وهذه مرتبطة أيضا بنجاح العملية السياسية، التوافق بين الكتل السياسية. الآن أكو خلافات، هاي الخلافات بين الكتل السياسية والكاظمي اللي هو البارحة ما تحدث عليها، يعني الحقيقة كان يفترض أنه يشير، هي العلاقة مو وردية بين الكتل السياسية والكاظمي أصلا، هي أساس المشكلة، لأن الكتل السياسية لديها أذرع مسلحة.